اهلا بيكم من جديد. بيبدا فيلم النهارده مع هنري اللي بيكون موظف في شباك لدفع الرسوم في نص الطريق، وبيبان ان هنري شخص هادي جدا وساكت معظم الوقت، وتواصله مع اللي حواليه قليل، ووقت ما بيخلص شغله بيرجع بيته وبيقعد ياكل مع مراته اللي بيكون اسمها دب، وبيبان من كلامهم ان علاقتهم مش قويه وفي ملل في العلاقه، حتى الكلام اللي بينهم بيكون قليل جدا وتعابير وشهم خاليه من اي حب. وبتفتح دب معاه موضوع الخلفه وبتساله لو جه وقت انهم يجيبوا اطفال، فبيرد هنري وبيقول انه بيحب الاطفال لكنه مش بيكون الرد على سؤالها، وبتسأله هل هو لسه بيحبها، فبيقول لها انه اكيد بيحبها. وفي الوقت ده بيكون في خبط على باب بيتهم، وبيقوم هنري يفتح، وبيكون الزائر هو ايدي اللي بيبقى باين عليه ان هنري يعرفه، وسبب وجوده هناك بيكون علشان صاحبه تعبان جدا وكان محتاج يستعمل الحمام بتاعهم، وبما ان مراته دكتورة فبتحاول تساعده وبتقف معاه في الحمام، وبيقول له ايدي انهم كانوا رايحين يلعبوا كرة القاعدة وكان المفروض ان صاحبه ده معاهم لكنه تعبان وفي مطر في الجو ومش هيقدر يحضر، وده اللي بيخلي ايدي يعرض عليه انه يروح يلعب معاه. وبعد مدة من التفكير بيوافق هنري وفعلا بيروح معاهم، وبيكونوا ثلاث أشخاص من ضمنهم إيدي، وبيقول له إيدي إنه يركن العربية هنا وهم هيجيبوا قهوة ومشروبات من هنا وهييجوا، وبينزلوا هم التلاتة بعد ما بيشكروه. وبيستغرب هنري من العربية لأنها مش شغالة بمفتاح زي طبيعة العربيات، ولكنها بتكون ماشية بتوصيل سلوك العربية اللي بتوحي بالشكل ده إنها مسروقة، وبيتضح إن هم فعلا حرامية ودخلوا علشان يسرقوا البنك اللي قصاد محل القهوة والمشروبات، وبيبقى متواجد في المكان هناك في الوقت ده شرطي، وده بيكون مسؤول عن البنك. ولما بيشوف هنري مشغل العربية زي ما ايدي قال له انه يخليها شغالة وما يوقفهاش، بيعرف انه تبع العصابة. وبعد هروبهم كلهم بيفضل هنري في العربية وبيستسلم للشرطي، ولما بيتحبس بيستجوبوه هناك علشان يعترف على باقي العصابة، لكنه مش بيتكلم ومش بيكون واضح هل هو ما اتكلمش علشان هو ما يعرفش ولا علشان هو مش عايز يعترف عليهم اصلا. ووقت المحاكمة بتاعته بيحكم القاضي بالسجن 3 سنين لهنري، ومش بيبين اي رد فعل في المحكمة، وبينتقل للزنزانة بتاعته واللي بيكون مشاركه فيها راجل كبير باين عليه الشيب وبيكون اسمه ماكس، وبيتعرف ماكس عليه وبيسأله عن سبب وجوده في السجن وايه هي تهمته، فبيرد هنري وبيقول له تهمته هي سرقة بنك، والغريب ان ده بيعجب ماكس وبيقول له انها تهمة خفيفة وراقية، وبيتصاحبوا سوا وبيحكي له ماكس عن كل اللي في السجن وبيعرفه كل واحد فيهم متهم بايه، وبيسأله ماكس عن احلامه لكن هنري بيقول له انه محاولش يكون عنده احلام قبل كده. وبتمر 6 شهور على وجود هنري في السجن، وبتروح ديب تزوره وبتسأله على حاله وبتقول له انها وقعت في الحب وما تعرفش السبب، فبيبارك لها هنري وده اللي بيخلي ديب تستغرب، وبتسأله لو هو مش زعلان فعلا او متعصب، فبيقول لها لا وانه سعيد جدا علشانها، وده اللي بيخليها تستغرب اكتر لكنها بتشكره وبتمشي. وبتمر سنة على حبس هنري، وبيكون بعد يومين المناقشة بتاعته مع ادارة السجن واللي بيحددوا فيها على حسب سلوكه هل هيكمل في السجن لحد انتهاء مدة عقوبته او هيخرج بدري بما انه سلوكه كويس ومنضبط. وبيكون مناقشة ماكس بعده بشوية، واللي بيبقى متعرف عنه انه بيخوف المسؤولين عن السجن بسبب انهم ما يخرجوش ويفضل في السجن، وده طبعا بيكون مقصود منه تمثيل، وبيسأل هنري عن السبب في انه يعمل كده، فبيقول له ان هو السجن ده مكانه وهنا مش بيعمل حاجه غير انه يتباهى ويشوف نفسه وكله هيحترمه، انما الحياه بره محتاجه تعب ومجهود وهو مش قدها. وبيساله هنري عن حلمه، فبيقول له حلمه عباره عن الحياه بانه يعيش حياه زي ما هي ويستنى الموت وقت ما يجي بصدر رحب. وبعد يومين بتتم مناقشه هنري وفعلا بيخرج علشان سلوكه الكويس في السجن الفتره دي، وبيروح بيت ديب علشان ياخد حاجته من هناك، وبيتفاجئ بالشخص اللي كان مع ايدي وتعب وقت الجريمه وانه اتجوز هو وديب بعد ما سابوا بعض وانها كمان حامل، وبيشكر الشخص ده على انه ما قالش على اسمه في اليوم ده، ولكن هنري بيستغرب وبيقول له ان هو ما يعرفش اسمه اصلا وبياخد حاجته وبيمشي. وبعدها بيروح عند مكان الحادثه تاني وبيفكر ان حلمه هو انه يسرق البنك فعلا، ووقت ما بيكون رايح علشان يدخل البنك بتخبطه عربيه وبتنزل منها واحده بتتكلم في التليفون، وبنعرف ان اسمها جولي وبيكون شافها قبل كده في اعلان وبيعرف انها ممثله في المسرح، وبيجي نفس الشرطي اللي قبض على هنري وبيفتكره وبيساعده وبيدخله جوه محل القهوه والمشروبات، وبيقول لها الشرطي انه شافها وهي بتتكلم في التليفون وما كانتش منتبهه وان الغلط مش على هنري، وبتطمن جولي عليه وبتمشي. وبعدها بيدخل هنري الحمام الموجود هناك وبيشوف خريطه من الثمانينيات للمكان بتاع البنك واللي بيكون بيوصل بين البنك والمسرح اللي جنبه واللي بيكون بتشتغل فيه جولي ومجموعه من الممثلين، وكانوا بيستخدموا النفق ده زمان في تخبئه المشروبات من الجنود وكده. وبيجي في باله فكره انه يسرق البنك عن طريق النفق ده، وراح واقف قدام المسرح وفكر في فكرته دي. وبعدها بيروح السجن علشان يزور ماكس وبيفرح ماكس بزيارته، برغم انه قبل ما يمشي اتمنى ان هنري ما يرجعش السجن تاني، وبيقول له هنري انه الاحسن وقت المناقشه بتاعته يهدى وما يحاولش يخوف المسؤولين، وبيقول له على خطته، وبيقول له ماكس من كتر استغرابه ان هو في السجن وهو جاي هنا يقول له على السرقه، فبيقول له هنري اه وهو مش مستوعب الموضوع خالص. وفعلا وقت مناقشه ماكس بيتكلم كويس وبيخرج وبيروح يستقبله هنري، وبيروح هنري هو وماكس للمحل وبيوريه الخريطه، فبيتصدم ماكس وبيقول له ان الخريطه دي عمرها 80 سنه واكيد كل المباني وكل حاجه اتغيرت في الوقت
ده، وبيقول له هنري انه اكيد ما اتغيرش كتير واكيد هتتنفذ خطتهم، وبيروحوا للبنك علشان يتاكدوا من وجود النفق وان السرداب اللي بيشيلوا فيه الفلوس موجود. فبيقول موظف البنك لماكس ان السرداب اتبنى فيه خزنه كبيره وبقت مامنه اكتر، وبعدها بيقرروا يروحوا المسرح علشان يتاكدوا من وجود نقطه اتصال المسرح بالبنك. وبتقابلهم جولي وبيبان انها متفاجئه بوجود هنري قدام المسرح، وبيعرفها هنري على ماكس، وبيقول ماكس انه كان بيمثل في المسرح هنا من زمان وده كان السبب اللي خلاهم يجوا المسرح، وبتعرض عليهم جولي توري له المسرح من جوه. وبالفعل بيدخل وبيقول انه عمل مسرحيات كتير هنا منهم شكسبير وغيرها، وطبعا بيكون بيكذب عليهم علشان يصدقوا انه كان ممثل. وبيعرض عليه مسؤول المسرح ومساعد المخرج انه يوري له المسرح كله، وفعلا بيروح معاه وبينتهز ماكس الفرصه وبيساله على النفق بهزار وكانه بيفتكر ايامه القديمه هنا، وبيقول له ان النفق ده اتقفل وكان بدايته في اوضه من اوض تغيير اللبس لحد من الممثلين في المسرح. وبيعرض هنري على جولي انهم يتعشوا سوا، وفعلا بيروحوا. ووقت ما بيخلصوا بتاخدوا جولي المكان فيه شلالات كتير، وبيقول هنري لجولي انه كان ناوي يسرق البنك وانه دخل المسرح علشان كده. وبتتفاجئ جولي ومش بتكون مصدقاه من صدمتها، لكنها بتصدق بعدين لما بيكون جد في كلامه. وبعدها بيقربوا اكتر لبعض وبيكون في علاقه بتربطهم ببعض، وبيتفاجئ ماكس ان هي عارفه بكل مخططهم وبيعنفه وبيقول ان دي سرقه يعني جريمه، ازاي يعرفها كل تفاصيلها كده ويحكي لها. لكن هنري مش بيكون فارق معاه حاجه وبيروح يكمل الاكل وبيقعد مع جولي عادي. وبنعرف ان ماكس كان محبوس بسبب انه راجل ثقه، بمعنى انه بيخدع الناس لحد ما يثقوا فيه وبعدها يسرقهم. لكن ماكس بيقول لجولي انه كان كويس جدا في الثقه واوقات كان مخلص لناس كتير، وبيروح المسرح بسبب ان ماكس بقى متطوع هناك. وبتيجي فكره لماكس وهم هناك بسبب انهم مش قادرين يحفروا في الاوضه لانها بروفا وكلهم موجودين، وبيقول لهنري ان هو لازم ياخد دور الشخص اللي واخد الاوضه اللي فيها بدايه النفق. فبينفي الكلام ده هنري وبيصمم ماكس لان جولي شافت فيه انه موهوب بالفطره وبيقدروا بطريقه ما يخلوا الممثل الاساسي ينسحب. وبيقنع ماكس جولي بالموضوع وانه فعلا مع شويه تدريب هيقدر هنري يمثل قدامها كويس، وفعلا بيبدا هنري تدريب وبعد فتره منه بيعجب المخرج جدا. ووقت الاستراحه بيبدا هنري وماكس يكسروا الحيطه اللي بتكون عباره عن خشب، والحسن حظهم انه مش طوب، ولكن بيتصدموا لما بيلاقوا ان النفق فيه كومه كبيره من الرمله المتكتله قافله الممر بتاع النفق، وده اللي بيخلي هنري يفكر انه محتاج مساعد ثالث ليهم. وعلشان كده بيروح لجو اللي بيكون الشخص اللي كان مع ايدي وقت السرقه القديمه، وبيكون احسن توقيت بسبب ان مشروعه خلص، وطبعا بتكون ديب مراته حامل ومحتاج مصاريف كتيره. وفعلا بينضم جو ليهم وبيبداوا حفر، وبتبدا بروفات هنري تزيد اكتر وماكس وجو بيحفروا اكتر، لحد ما في مره في وقت خروجهم من المسرح بيجي فرانك، وده اللي بيكون الشرطي المسؤول عن البنك، وبيقول لهم ان هو شافهم من فتره مره في البنك ومره حوالين البنك ومره في المسرح اللي جنب البنك، وعارف انهم عايزين يسرقوه لكنهم بينفوا ده وبينكروا. بس بيلينوا لما بيعرفوا ان فرانك اصلا عايز يساعدهم في السرقه، انتقام منهم لان مراته كانت تعبانه وما كانش معاه فلوس كفايه، لكن البنك ما قبلش يديله فلوس علشان يعالجها، وبسبب التاخير مراته ماتت. وبيقول لهم مواعيد العربيه اللي بتجيب الفلوس والخطه كامله. وفي يوم بيكون ماكس وهنري بيتكلموا عن مكان ساحلي وانه قد ايه جميل وهادي والحياه فيها تكون حلوه، وبيتفاجئوا ان جو جاي ومعاه ايدي وحكى له على كل حاجه وقال له ان هم محتاجين مساعدته في الحفر، وده اللي بيعصب ماكس لدرجه انه كان هيضرب ايدي، لكن هنري بيهديه وبيوافق ان ايدي يساعدهم. وفي يوم وهم داخلين المسرح بيشوف هنري بوستر الافتتاح بتاع المسرح وانه خلاص يومين وهتكون المسرحيه والعرض النهائي، وده هيكون وقت دخولهم للبنك واخدهم للفلوس. وبيقول انه هيسيب جولي وهيمشي وده شيء مستحيل يعمله، وبيكون هيتراجع عن العمليه كلها. لكن ماكس بيحاول يهديه وبيقول له ان هو خرج من السجن علشان يساعده وانه لازم يكمل اللي هو عمله وان جولي ممكن تروح له، فبيقتنع بكلامه وبيقول له جولي ان يوم الافتتاح هيكون يوم تنفيذ العمليه وده اللي هيخليه يسافر وانها هتروح بعد كده لكاليفورنيا ويتقابلوا هناك. لكن جولي بتكون زعلانه وبتطرده من عندها. وفي يوم الافتتاح بالليل بيوزعوا التذاكر على الحضور وبتبدا المسرحيه، وبتكون جولي بتحاول تتجنب انها تبص لهنري حتى، لكن هنري بيحاول معاها وبيروح جو ايدي في نفس الوقت للنفق، وماكس بيروح يعطل الخزنه وبيقطع سلكها بعد ما بعت له فرانك رساله بان الامن جابوا الفلوس واتحطت في الخزنه، والسلك ده بيكون لتعطيل الانذار طبعا. وبيتعب جو تاني وده اللي بيخلي ايدي هو اللي يهتم بالموضوع، وبيفتح فعلا مكان في السقف. وبيطلع هنري بعد الاستراحه وبيلاقي الفلوس كلها، ووقت ما بيكمل هنري المسرحيه بينقل ماكس وجو وايدي الفلوس في الشنط، ولكن وقت ما بيخلصوا نقل بيخرج ايدي مسدس من معاه وبيهدد بيه ماكس وبيقول لجو ينقل الفلوس للعربيه ويستناه، ومع اعتراض ماكس بيضربه ايدي بظهر المسدس على راسه وده اللي بيخليه يفقد وعيه ويغمى عليه. وبعدها بيدخل هنري للاوضه وبيتفاجئ باللي ايدي عمله، ومش بيستكفى بكده لا ده كمان بيهدد هنري. ووقت ما بيحاول جو ياخد المسدس منه بيسيب هنري في رجله وبيفوق ماكس وبيضربه وبيربطه وبيحطه جوه النفق وبيحطه الدولاب على الفتحه بتاعته وبينقله الفلوس، وبيقول هنري لماكس انه يروح موسكو وهو هيحصله لانه لازم يقنع جولي بانها تسافر
بتسافر له، وفعلا بيرجع المسرح قبل ما ينهوا المسرحيه، وبيرتجل المشهد من عنده وبيقول لها ان هو راجع علشان بيحبها وان مش كل همه الفلوس، وبتحاول جولي انها تنهي المشهد، لكن هنري بيكون مصمم على كلامه وبيطلب منها تروح لموسكو، ومع تعاطف الجمهور وطلبهم منها انها تسمع كلامه وموافقه المخرج بتوافق جولي وبتلين تاني من ناحيه هنري. وعبره فيلم النهارده هي ان مش معنى ان شخص حب غيرك او قرر ما يكملش معاك بانك ترفض ده او ياثر فيك، ده كله نصيب واكيد ربنا شايل لك خير تاني، وان عمر ما كانت الاحلام عباره عن اذى او حرام دايما، خلي احلامك تفيدك وما تضرش غيرك. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده، لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، وكمان ما تنسوش الاشتراك في قناه فيلم اللي ربع علشان توصل لكم اجدد الملخصات بصوتي، وكمان فولو لصفحه ملخصاتيه الحدوته علشان توصل لكم اجدد الملخصات بصوت الملخصاتيه وبصوتي كمان. الفيلم ده كان بصوت احمد فاروق، ده اللي هو انا. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.